في المغرب دائما قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام صديقي إن الحكومة المغربية تعتزم تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا للعاطلين عن العمل ابتداء من العام المقبل. هذا وكان الصديقي قد أشار إلى أن معدل البطالة بالمغرب انخفض من 13.4% سنة 2000 إلى 9.3% سنة 2013. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الاستوديو الزميل محمد أنس طموح. أنس مساء الخير. تحية طيبة لك صفية وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن سنة 2015 تحمل أخبار سارة للعاطلين ومنح شهرية. نعم صفية، فقد قال يعني عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إن الحكومة المغربية تدرس تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا للعاطلين ابتداء من العام المقبل من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل، ومن المنتظر أن تشمل تلك المساعدات نحو 10,000 من العاطلين عن العمل والحاملين الإجازات، وستستمر هذه المنح لمدة تتراوح ما بين 3 و4 أشهر. وكشف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان المغرب يعتزم إطلاقها نهاية العام الجاري تم تأجيلها إلى بداية 2015، مذكرا أن تخصيص إعانة للعاطلين عن العمل سيساعد عددا كبيرا منهم خصوصا في الوسط القروي من أجل البحث عن عمل. أنس، كذلك وزير التشغيل أشار إلى أن ارتفاع الناتج المحلي سوف ينعكس أيضا على وتيرة فرص التشغيل. صحيح صفية، فقد أبرز السيد الصديقي أن المملكة تسعى إلى أن يسهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1% إلى توفير 40,000 فرصة عمل جديدة بدلا من 30,000 فرصة حاليا، مضيفا أن المغرب يعمل على رفع قدرة القطاعات الإنتاجية مثل النسيج لخلق فرص عمل بالنظر إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص الشغل، خصوصا أنه يساهم بنسبة 91.1% من قوة العمل في البلاد. وزير التشغيل أكد كذلك أن التحدي الذي يواجه استراتيجية التشغيل يتمثل أساسا في الجانب المادي. نعم صفية، فقد أوضح وزير الشغل السيد سلام صديقي إلى أن التحدي الكبير المطروح على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هو الجانب المالي، إذ أن تنفيذ إجراءين مثلا يتطلب 700 مليون درهم سنويا، ويتعلق الأمر بمشروع إدماج الذي يهدف إلى إدماج الشباب في المقاولات من أجل حصولهم على عمل، وتتحمل الحكومة تكاليف تأمينهم الصحي وتقديم مساعدات للمقاولات المغربية من أجل توفير مناصب عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. هناك كذلك مؤشرات إيجابية عن العمل ما بين 2000 و2013 لفائدة خاصة حملت الشواهد العليا. صحيح صفية، فبحسب تقرير حكومي فإن الاقتصاد المغربي تمكن من توفير 1.66 مليون فرصة عمل في الفترة ما بين عامي 2002 و2013 بمعدل 139 ألف فرصة عمل سنويا. وذكر التقرير أن حاملي الشهادات المتوسطة أو العليا استأثروا ب 90% من فرص الشغل المتوفرة سنويا في الفترة ما بين 2002 و2013، فيما ذهبت 10% المتبقية لغير الحاصلين على شهادات. وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات التي توفر فرص شغل، يليه قطاع الخدمات الذي يضم التجارة والنقل والاتصالات والإدارة، ثم قطاع الصناعة. هذا كل شيء، عودة إليك صفية. شكرا لك أنس على كل هذه المعلومات. شكرا.